السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد وشرح جديد. اليوم معنا أصدقائي درس طلبتوا منا بزاف، كنديروا ربطوا جوج سويتشات. من بعد ما درنا فيديو طريقة أصدقائي تركيب السويتش ديال الربعة وضبط الإعداد ديالها، فطلبتوا منا باش كنديروا ندمجوا السويتش ديال الربعة مع ديال الربعة وتعطينا ديال 8. للأسف أصدقائي السويتش ديال 8 فهي قليلة بزاف في الأسواق وتقدر تكون منعدمة، ففي هذا الفيديو خوتي غنوريكم كيف غنديروا ندمجوهم بجوج وغتعطينا اصدقائي 8 ديال الاقمار ماشي 7 ديال الاقمار. فالطريقه خوتي اللي راني دايرها فهاد الشرح موجود في اليوتيوب بزاف، ولكن للاسف خوتي فهاد الطريقه ما غتخدمش. فعلاش ما غتخدمش؟ فهو اللي غنقول لك دابايا. فلا بغينا نخدموا هاد الطريقه هذه فضروري خصنا تكون عندنا السويتش الاولى ها هي خوتي تكون فيها جوج نقطه زيرو، والسويتش الثانيه نوريها لكم خوتي، فالسويتش الثانيه فضروري خصها تكون عندنا جوج نقطه واحد. للاسف اصدقائي فالسويتشات اللي كاينين في الاسواق فتلقى فيها جوج نقطه زيرو، وهادو اصدقائي الا كتبت هنا جوج نقطه زيرو وجوج نقطه زيرو فما تخدمش معاك، فضروري خص تكون وحده فيها جوج نقطه واحد والاخرى تكون فيها جوج نقطه زيرو. فالطريقه خوتي اللي غنديروها باش غندمجوا بها السويتش هذا فهي اللي غتشوف معايا دابايا. فحنا غنشدوا اصدقائي هاد المفتاح هذايا غنستعملوه، فغنجيبو معنا هاد المفتاح هذا. فهاد المفتاح سميتو انتريبتور فايفيا، فهو متواجد في الاسواق فيه ثلاثه هنايا كما كتشاهدوا. غنفتحوه فهذا سميتو اصدقائي مفتاح تيشكا ديال الانجيريك كما كتشاهدوا معنا، فغتلقاه هنايا كاينه هنا غنديرو فيه كابلي وهنا كابلي وهنا كابلي. فالطريقه كي غنديرو لها خوتي فغنركبو اربعه ديال الاقمار ديالنا عادي هنا ونضبطوه اصدقائي في التلفازه ديالنا، وغنشدو كابلي ونركبوه هنايا، وكذلك السويتش الاخرى كذلك غنركبو فيها اربعه ديال الاقمار ديالنا ونهبطو الكابلي ديالنا لتحت. ففي هذه الطريقه غنهبطو جوج كابليات خوتي لدنا للدار ونركبوه في الجهه الاخرى، وهذا الوسطاني هنا غنشدو كابلي ونديروه منايا يخرج ونمشي ديريكت الريسيبتور. فان شاء الله خوتي هادشي كامل غندوزو ونشرحو لكم بالتدقيق باش ان شاء الله غتخدم معاك هاد السويتشات بجوج وتعطيك 8 ديال الاقمار. ولكن قبل ما ندوزو اصدقائي الشرح ما نسيتش دير معاك واحد اللايك الا مكنتش مشترك، شارك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بالجديد، ودير معاك بارطاج الفيديو باش واحد اخر يستافد منه. اصدقائي مرحبا بكم، فحنا رجعنا لكم كما كتشدوا معنا هادو هما الاقمار خوتي اللي غنديروهم في السويتش ديالنا. فهنايا غنركب كل جوج في السويتش، انت الا عندك 8 الاقمار غتركب اربعه في السويتش واربعه في السويتش الاخرى. فغنشدوا اصدقائي كما قلت لكم السويتش ديالنا كما هكا، وغنختاروا الاقمار اللي غنديروا فيهم. فمثلا هذا قمر عندي قمر نيسات، فغنديروا اصدقائي الان بي واحد، فالطريقه خوتي راه جد سهله ما كاينش شي حاجه صعيبه. غنختاروا القمر الثاني، فالقمر الثاني انا عندي فيه التور، فغنركبوا اصدقائي في الان بي جوج، فانا اصدقائي دابا ركبت الاقمار، انت غتزيد الاقمار الاخرى. فغنركب الكابلي اصدقائي اللي جاي عندي من الريسيبتور ونضبط اصدقائي الاعدادات ديال السويتش هنايا في الريسيبتور ديالي. فدابا انا ركبت اصدقائي السويتش الاولى، غنجي لهنا اصدقائي الاعدادات ديال الجهاز، غنمشي القمر نيسات او قمر نيسات ونضغط عليه كما شفتوا معايا هاي الاشاره ظهرت. فواخا ظهر معاك الاشاره فانت غتجي هنا البيزيك تيب هنا غتلقاها لا، فغنضغطوا على الزر ديال اوكي كما شفتوا معايا. فهنا كيطلع لك ال ان بي 1 ال بي 2 3 4 بور ا بور بي، حنا ركبنا النيسات ديالنا في ال ان بي 1 فغنضغطوا على ال ان بي 1 فكما شفتوا معايا فهي الاشاره. فدابا اصدقائي راه تميم ورا لي قمر النيسات بانه موجود ال ان بي 1 يعني اوتوماتيكيا. دابا غنمشي للقمر تور، غنولي نرجع للقمر هنا ونختار قمر تور او قمر تور، وغنجي للدايزيك تيب كما شفتوا ما ظهرش معايا الاشاره. فهنا عندي غتلقى نو لا،
غضغط على زد اوكي، فانا ركبته في ال ام بي جوج، غنمشي ل ال ام بي جوج. فكنت تما ما عقلتش انت على ال ام بي درتو، غتبقى تمشي لواحد جوج ثلاثه، اللي ظهرت لك مع الاشاره فهو هذاك اللي راكب فيه قمر التور. كما شاهدتوا هاني دابا قمر التور لصقتو. فدابا انا اصدقائي ضبطت الاعدادات ديال السويتش الاولى، فغنحيد اصدقائي الكابل اللي جاي من الريسيبتور، ونشدو السويتش الثانيه اللي غنركبو فيها الاقمعه الاخرى. فغنركب الكابل اللي جاي من الريسيبتور ونضبط الاعدادات ديالي بعدا، ونشد الاقمعه الاخرى. مثلا انا عندي هنا قمع البلغاري، فغنركبو في ال ان بي واحد، ها هو هاو في ال ان بي واحد، ونجي القمر الثاني داير فيه الاسطرة 19، وغنركبو اصدقائي في ال ان بي جوج، ها هو كما شاهدتو معايا. فانا داير اللي جاي لي من الريسيبتور هنا، هنا ال ان بي واحد فيه البلغاري، و ال ان بي جوج فيه الاسطرة 19، وانت غتزيد الاقمار الاخرى اللي عندك. فقط انا راه عندي اربعة في التركيبة هذه. غنجي الاعدادات ديال الريسيبتور ديالي نفس الطريقه، دابا ندير اسرى 19، فغنجي لديزكتيب القله، غندخل ليها غنديرها ال ام بي 2، هي الاشاره ظهرت. فغنمشي عاوتاني للقمر البلغاري ونضبط الاعدادات ديالو، قمر البلغاري غنمشي لديزكتيب، فكاينه لا، غندير ال ام بي 1 لان تما كندير الاشاره كما شفتوا معايا، هي ظهرت الاشاره. فدابا انا اصدقائي ساليت الاعدادات ديال البيزيكات بجوج ديال السويتشات اللي عندي. فدابا غندوزو للطريقه المهمه. فهنا خوتي غتركب الكابل ديالك اللي خارج هنا من الريسيبتور وتهبطو للدار، وكذلك في السويتش الثانيه غتهبط كابلي بوحدو للدار، يعني غتهبط جوج كابليات للدار. غنجيو داك المفتاح اللي قلت لكم عليه، داك المفتاح الفايفيا هذايا كما كتشاهدوا معنا. فهذا هو المهم. دابا من هبطنا جوج كابليات للدار، فالكابل الاول اللي هبط للمصباح فهو هذا، فغنجي نركبو في هذا البور هذا مع الجنب اللي هبط للنص سويتش الاولى كما كتشاهدوا معايا. غنجي نركبو هنا في الجنب، نديرلو على هذا الشكل، ها هو دخل هنا، ونزيرو مزيان، ونجي عاوتاني لهذا اللي في الجنب اصدقائي الثاني، ونركب فيه الكابل الثاني ديال السويتش اللي هبطنا من السطح. فغنجيب الكابل الثاني اللي هابط من السطح ونديرو بنفس الطريقه، ها هو خوتي، ونزير عليه هنا مزيان كما شاهدتو. وغنشدو هاد جوج شغرا اللي خليتو معنا هكايا، فغتزيرهم هنا مع بعضياتهم هكايا. دابا باقي لنا هنا في الوسط خوتي، فهذا اللي في الوسط فهو غنزيد ديرو واحد المورسو. فانا راني درتهم كولورات مختلفين، فغنشد هذا غنديرو بحال هاد الشكل، نخليه منا طويل، ومنا غنركب فيه الفيش اف ديالي، وغنركبو هنا في الوسط. هاهي انا دابا ركبته هنا في الوسط. فها هو ركب في الوسط مزيان، وغنشد هاد الشعر هنايا ونديرهم نلاقيهم مع هادوك الاخرين كاملين، ها هما. فهذا هو لاماس خوتي. فدابا راه دايز لاماس كما شفتو، ولات عندنا على هاد الطريقه. فهاد البيض هو اللي غيمشي لنا الريسيبتور، وهادو اللي هابطين لنا السويتش. فغنجي لكل سويتش ونركب لها الكابلي ديالها. فهادي السويتش الاولى الكابلي اللي هابط لي منها نركبها، ها هي. فهنا ركبت الكابلي الاول، دابا غندوز السويتش الثانيه وركب فيها الكابلي الثاني. فهذه دابا السويتش الثانيه اخوتي، وغنركب فيها الكابلي الثاني، فها هما خوتي راكبين. فقط راه عندي واحد شويه تشربي شويه الحوايج مشربكه كما شفتوا معايا، فالكابلي جايين.
واحد ركب هنا واحد ركب هنا. دابا هذا اللي غادي اللي غنديه الريسيبتور فغنركبو في الريسيبتور ديالي عادي. غنستعمل فقط واحد الميملو بيناتهم فكما شفتوا هي الاشاره ظهرت معايا. فدابا اصدقائي راه السويتش راه خدامه. فهي طريقه كما تقوم عقل معايا غير على هذه. فهذا الكحل الاول غادي لنا السويتش الاخرى وهذه غادي السويتش الثانيه وهذا البيض هذا اللي دايرينه في الوسط فهو اللي غادي الريسيبتور. فغنخرجوا اصدقائي قربكم شويه. فها هو اصدقائي القمر الاول عطاني الاشاره يعني دابا راه خدامه للسويتش الثانيه. هاني اصدقائي في القمر البلغاري دابا الاسطرا والبلغاري نركبهم السويتش الاولى. فغندير اوكي في الوسط ونوطع على ساتوليت ونمشي للقمر البلغاري فهو غيسويتشي لي يعني الاقمار كامله اللي كاينه في السويتش الاولى فغتخدم معايا. فها هي ولكن دابا اصدقائي من غنبغي نسويتشي القمر الميسات اللي عندي هنا في السويتش الثانيه. فمثلا انا مشيت القمر الميسات فما غتشتغلش معايا. فشنو غنجيو نديرو فغتجي لهذا المفتاح هذايا اللي قلت لكم عليه ركبناه هذا فغتضغط على هكايا وغتظهر معاك الاشاره. هي الاشاره ظهرت. فهذا اصدقائي غيبقى يسويتشي لك ما بين السويتش الاخرى والسويتش الاخرى. فانا داير في السويتش الثانيه فيها قمر الميسات وقمر قمر التور. فغنضغط على زد اوكي نمشي للساتوليت نمشي للتور. فهو اصدقائي التور غيشتغل معايا كما شفتوا معايا فهي الاشاره عليه. ولكن من غنمشي للقمر البلغاري اللي هي السويتش الثانيه فها هو مشي للقمر البلغاري فما غتظهرش معايا الاشاره الا غنجي لهذا المفتاح هذا وغنضغط عليه بحال هذا الشكل. ها هو انتظروا قليلا هي الاشاره ظهرت. فهذه اخوتي طريقه باش كنركبوا 8 ديال الاقمار على السويتش فضروري خصنا نستعملوا هذا المفتاح هذايا. فكما قلت لكم خوتي فبهذا المفتاح هذا غتبقى تسويتشي ما بين السويتش الاخرى والسويتش الاخرى. لهذا فمن الاحسن ديروا حدا الريسيبتور ديالك. اصدقائي كما شاهدتوا معايا فهذه الطريقه الصحيحه باش كندمجوا سويتش مع سويتش وتعطينا 8 ديال الاقمار. خوت وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. ما تنساش دير معاك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك شارك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. اصدقائي تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد وحلقه جديده اخرى.